مساء الخير يا حضرة الصول. اهلا يا شوي الزهرة. اما جايب لك شوية سندوتشات انما ايه؟ يستاهلوا بقك. كتر خيرك، ماليش نفس. مالكش نفس؟ مالكش نفس ده ايه؟ ده مش كويس ده على سمعة الاسم. انت عايز تطلع من عندنا خس نص؟ كل يا راجل كل. صدقني مش قادر. الاقيش معاك سيجارة. فكرتني. جبت لك علبة معايا. كتر خيرك يا شوي الزهران. عيب يا حضرة الصول ما تقولش كده، ده احنا حبايب من 20 سنة. ايوه 20 عمر. في حياتك كنت تتصور انك تشوفني في المنظر ده؟ معلش شدة وتعدي. تعدي عليا انا جايز، لكن الاولاد هيتحملوها ازاي؟ مختار انا لازم اروح لبابا دلوقتي حالا. تروحي له فين بس دلوقتي؟ مطرح ما هو محبوس. عرفت انت عارفه ان مفيش زيارات في وقت متاخر زي ده. انت مش ضابط بوليس، اتصرف. ايوه بس في حدود. عرفت هدي نفسك مش كده. ده بابا يا مختار، بابا. ما هو ابويا انا كمان. انا اول ما سمعت الخبر حسيت باللي انت شاعره بيه ده بالظبط. كنت مستعد اعمل اي حاجه وافضل جنبه. كان اهون عليا ادخل السجن بداله وهو يخرج. لكن لما رجعت فكرت بعقل، لقيت اننا لازم نمسك اعصابنا علشان نعرف ازاي هنساعده. يعني ايه؟ يعني لو والدك شافك في الحاله اللي انت فيها دي وانت انت عارفه قد ايه هو بيحبك، مش هيستحمل يشوفك في الحاله دي ابدا. انتوا عايزين تقولوا ايه؟ يعني ما روحلوش ما اشوفوش؟ هتروحي له وتشوفيه، بس اما اعصابك تهدى اوعدك يا عفت هتشوفيه في اقرب وقت. ايه يا حضرة الصور؟ انت نايم ولا ايه؟ مالك يا سامي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ في حاجة حصلت للولاد؟ لا أبداً، اطمن يا عمي، أنا جاي اطمن عليك أنت. أنا كويس، المهم هما. وعفت إزاي؟ عاملة إيه؟ كويسة أوي، بتسلم عليك. خلي بالك منها يا ابني، دي ملهاش حد. خليها تاكل، صحتها مش قد كده. اطمن يا عمي. وخلي مختار ياخد باله من نفسه ومن مذاكرته، ما تخلوش يجينا هنا أبداً. سامي، أنا خايف. اطمن يا عمي، بكره ان شاء الله هتظهر براءتك. انا مش خايف من كده، انا خايف ليكون حد من الولاد شاكك ان انا قتلت فعلا. سامي قول لهم ان ابوكوا ايده نظيفه عمرها ما تعرف القتل. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عمي؟ ودي معقوله برضو حد يشك فيك انت؟ يلا قوم روح عشان تطمنهم. لسه بدري، انا عايز اقعد معاك كمان شويه. قول لهم إن أبوكوا صحته زي البوم. خلاص اللي تشوفه. على فكرة عفت بعتلك دي. إيه ده؟ دي فرخة محمرة، بتقول لك هي اللي عاملاها بإيديها، وبتقول لك هتزعل أوي لو ما كلتهاش كلها. عمرها ما تنسى حاجة. أي خدمة تانية؟ أنا مش عاوز أتقل عليك. أؤمر. ما تنساش التصريح بتاع الكشك بتاع عبد البراني، ده ولد غلبان. عنيا الاثنين، سلام عليكم. مع السلامه.